ناظر معكم باش تكون بالموافقه تاعكم باش نقولوا انا وقال لي نجي نلعب باسكو فينال هكذا او جاي يلعب قلت انتم الى راكم راضيين على بالي فينال ماتش وفايت يلعب على روحه تسكلاه انا نهار الاول نحيت شعب الفار ونحيت وهاب
Hey, 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 hey
واحد واحد
الحرمة أنسلك وراء نول على الأبار هذا هيا 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 Let's go!
الناس اللي ساهمت اللي عاونتنا لا نشكر سيد الحكم شديد الانضباط بارك الله فيكم فريق كوموندوز مبروك عليكم ومزيد من التألق ان شاء الله والنجاح من فريق برشلونة يعني ناظر واش كانوا يهضروا لاسيو بتعتوا الناس بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. أنا واحد من الناس اليوم شرفتونا وشرفتوا ضيوف تاعنا وبالأخ زينب أنا أعطيونا الثقة لزينب. المهم نبداو التكريمة تاعنا. هيا تحية حارة ليونس ناربي. تكريم الرابع التكريم الرابع مع حسين عفان غني عن التعريف اونسيا كارت ماتريال سيابي اللي نشكروه راه غايب علينا كان مريض اللي نحييوه ونطلبوا له الشفاء ان شاء الله والسامعين يقولوا امين تفيقه حاره على عمي عفان
راح يعوضوا اليوم الابن تاعو عز الدين عفان اللي راح يكرموه جماعه من فريق نجم البرج. تفضل سي عز الدين. يكرموا الشاب خلدون. كاش نهار نطير هيك في الميكرو. ما تعرف ان شاء الله. عمي حسين عفان والسبعين يقولوا امين. وبالبركة على وليدات الجباز. دزوا شويه قالوا مبروك عليكم الشيخ. شويه باش قياده وليد خونا بزاف. معليش بزاف. الله يحفظك ما شاء الله. خونا حسين عفان ويعطيكم الصحه وبالبركة عليكم.